ده مشروع في منتهى الجرأة وفي منتهى القوة، وفي نفس الوقت يعني طموح، وده مؤثر كمان في الحركة الثقافية في المنطقة، لأنه المتاحف دي عبارة عن جامعات فنية، المتاحف، فبالتالي يعني أنت بتربي شعبك، مش بس بتاخدي شيء قيم ويبقى موجود، لا، ده في نوع من التربية، يعني بيبقى مشروع تربوي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى شيء جميل، يعني متحف في دولة بهذا القدر معناه إضافة كبيرة، والثقافة بالذات دي إضافة لأي دولة، بحيث لأنها الإضافة هي عمق الدولة وفكرها وحياتها واجتماعاتها، ثقافة كده يعني. فكلما ترتقي العملية الثقافية والجهد اللي بيبذل لإقامة معاقل ودور ثقافية على مستوى عالي، ده معناها إن الناس فاهمة هي العالم النهاردة رايح فين، ولازم يبقوا معاه مواكبين. أهنئ القيادات في الإمارات على المشروع الجبار ده، لأن ده مشروع عظيم على فكرة، وهناك دولة الإمارات عندها نشاط كبير في المتاحف، يمكن أكبرها متحف اللوفر، لكن أنا شفت متاحف أخرى زي متحف الاتحاد ومتاحف بتتبني، ده معناها إن التواجد بشكل كبير، وده هيساعد يعني أولا يزيد السياحة، برغم عندهم سياحة ضخمة جدا، فهيزيد السياحة، بالإضافة بيدي للمدينة اللي بتعمل فيها المتحف سمة من سمات راقية، يعني إيه الكباري والطرق بتاع ده في العالم، إنما يجي أنا أعمل فكرة بمتحف اللوفر، وأنا أشوف إن لازم مصر يعني تساهم في المتحف ده بأفكار، يعني الحقيقة أنا شايف إن ممكن قوي تتعمل نشاطات ومصر تساهم فيها تماما بالنسبة للمتحف، لأنه أكيد المتحف له في قاعات متغيرة، فلازم يبقى في شغل مستمر، فده يعني واحد من المشروعات الهامة جدا اللي بتقيمها الإمارات. أنا يعني دعاني الشيخ عبد الله بن زايد والدكتور أنور جرجاش، يسعدني يعني إن دول أصدقائي بسعد بيهم تماما، والوزير عبد الرحمن العويس والأستاذ محمد المر والشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة، ده أيضا من أعز الأصدقاء الحقيقة، فأنا سعيد إن أكون في وسطهم، يعني ده هيزيد من فرحتي يعني.